مساء الفل، وفيديو من الفيديوهات اللي احنا كنا بنستناها بقالنا كتير، وعن ألبوم عمرو دياب. كلمة غريبة شوية، ألبوم عمرو دياب مش أغنية. ده اللي انا كنت بتمناه بقالي كتير قوي، وده اللي انا قلته في آخر فيديو لايف ليا من 3 ايام. ناس كتير قالت لي ما فيش ألبوم، وناس كتير ما توقعتش ده. وانا انتوا عارفين ان انا يعني الافضل ليا ان انا اقول لكم كان عندي معلومه وانا بتاع الحصريات وكده، لكن والله العظيم ما عندي معلومه بشيلن. هو كان مجرد توقع وتمني كعادتنا بقالنا 3 سنين. جمهور عمرو دياب اللي عارفني عارف ان انا دايما بحب اتكلم في حته الصالح العام لعمرو دياب، وازاي الاغاني تطلع والكلام ده كله، من وجهه نظر واحد متابع للسوق وللتسويق، مش مجرد اغاني بتنزل وخلاص. الناس كده هتقول لي طب انت بتطلع تتكلم بقى يا عم، ده ألبوم عادي وده مطرب. بصوا، تحديدا عمرو دياب، في ناس وفي مطربين وفي فنانين بتستنى الألبوم ده زينا كده، اللي هو ألبوم ايه ده، هنسمع اغاني ورا بعض إيه؟ وده اللي انا لسه قايله الفيديو لايف اللي فات، ودي حاجه بسطتني جدا. وطبعا الناس كلها شكت ان انا ايه كنت عارف حاجه، وعارف ان هو، لان انا قلت اتمنى ان هو ينزل اعلان الألبوم في الويك اند ده، وهو فعلا نزله يعني خلاص احنا الخميس، فهو يعتبر ويكند. النهارده هنتكلم عن فريق العمل المتوقع، برضو ما عنديش معلومه يا جماعه. وحاجه تانية، وكل الناس عارفه شعراء وملحنين وكل الناس، انا عمري ما بسال حد عن هو اشتغل مع عمرو ولا لا، لانه اول حاجه يعني الموضوع بيبقى محرج لو هو قال لي. وحتى لو ده حصل، عمري ما بطلع اقول على لسانه او اقول او حتى ادي كده ايه برساله غير مباشره ان انا عارف حاجه، لانه علاقتي بالشعراء والملحنين والناس صناع الموسيقى بشكل عام وصناع الاغنيه مع عمرو او غيره، دي علاقه صداقه مش علاقه مصلحه، او علاقه ان انا باخد منه اخبار وبطلع اتكلم عليه كويس. يعني انا ماليش في الجو ده خالص، مش بتاعي، يعني بتاع ناس تانية ممكن، لكن مش انا. فانا بتعامل بصداقه وبكل احترام وبرقي قوي، يعني انا بتعامل دايما مع الناس دي يعني دايما بليفل على قد مستواهم الفني والشخصي. طبعا من وجهه نظري الالبوم كم اغنيه، ما اعرفش، اتمنى 10 او 12، 8 ما اظنش، مش هيبقى قمرين. يعني مين من فريق العمل؟ هقول لكم على ناس متوقع ان هم يكونوا موجودين. وخدوا بالكم من حاجه، الموضوع مش سر، بس او اي ملحن او شاعر او كده يحط لك بوستر عمرو دياب ويكتب عمرو دياب قريبا، اللي هو الالبوم بتاع مكانك، يبقى اكيد معاه. الموضوع سهل يعني. يعني معانا مثلا تامر حسين طبعا، وجهه نظري ايمن بهجت قمر، محمد يحيى، الناس دي كلها ده دايما اللي مع عمرو. الجديد واللي انبسطت له عوده اسلام زكي، لانه كاتب ونسبه كبيره كده المفروض ان هو مع عمرو دياب. بهاء الدين محمد، ودي كانت مفاجاه جميله جدا، واتمنى انه تكمل على خير، لانه عارفين عاده ان عمرو ممكن في لحظه يغير الاغاني، يغير الاغاني كلها ويحط اغاني تانية. اللي انا اتوقعه احمد ابراهيم كموزع، طارق مدكور، اسامه الهندي، الناس دي اتوقع ان هي تشتغل مع عمرو في الالبوم، تحديدا اسامه الهندي بعد عدم تعاون، وبعد كده تعاونه في حياتنا ناس. الاغنيه اللي بالنسبه لي واحده من افضل اغاني عمرو دياب السنه دي. ميزه برضو في البوسترات، بوسترات حلوه قوي يا جماعه، برضو عايزين نتكلم على فكره البوسترات وقد ايه سيمبل. فيها بس كومنت صغير، يعني كومنت بسيط جدا، انه الالبوم شتوي ولا صيفي، ولا هو كان نزل في الصيف وبقى في الشتاء، مش عارف، لانه التيشيرتات كلها طبعا دي حاجه جميله جدا بالنسبه لي، لان انا دلوقتي ده لابس جاكيت، يعني انا لابس جاكيت جديد. هو في شويه من بتاع 2001 لما عمرو طلع موناكو استلم الميوزك اورد، تقريبا شبهه قوي، ولكن عمرو عارف ان انا اتجوزت، فقال لك ايه، نخف الراجل شويه بادجت، لان انا شفت نيو كوليكشن في المحل اللي بيشتري منه، وقلت نهاري اسود لو طلع ببوسترين واحد منهم، احنا كده هنعاني، لانه دايما القمصان بتكون عاديه، على عمرو دياب بتكون حلوه، ما اعرفش. وخدوا بالكم دي حاجه انا بحب ان انا زي كده، اللي بيجمع طوابع، اللي يعني عنده موهبه انه يعمل حاجه من دي، انه يجمع حاجه، دي حاجه للذكريات يعني، نوستالجيا. انا بحب ان انا اشتري لبس عمرو دياب
الخاص بالالبومات والاغاني. اللي انا نفسي يكون متواجد برضو واحد زي نادر عبد الله، بلال سرور كملحن، عادل حقي كموزع طبعا، نفسي في محمد رحيم، يا ريت طبعا. ناس كتير قوي نفسي تشتغل وترجع مع عمرو، لانهم عمل يعني بالنسبه لي نادر عبد الله حد تقيله قوي، يعني نفسي يرجع باغنيه او اتنين. مصطفى حدوته في اغنيه يا قمر بالنسبه لي دي مفاجاه، ولو نزلت بالمستوى اللي انا متوقعه يا جماعه هتكسر الدنيا، هتدغدغها يعني. واتمنى الاغنيه دي تكون توزيع وسام عبد المنعم يا اسامه الهندي، اكتر اتنين يعرفوا يجيبوا الزبطه بتاعتها. وطبعا توما في المقسوم لا يقارن يعني. بس دي وجهه نظري في فريق العمل اللي موجود واللي متوقع انه يكون موجود واللي اتمنى انه يكون موجود. قولوا لي انتوا ايه رايكم في البوسترز واللون والنيو لوك. على فكره النيو لوك عجبني جدا، حلو، ورجعنا لتملي معاك، واتمنى ان يكون في حاجات لاتن. مين تاني؟ انا بشوف انه كموزع كملحن برضو عزيز الشافعي اكيد معاه، اكيد من وجهه نظري على الاقل باغنيه او اتنين. في ملحنين كتير انا بتمنى ان انا اشوفهم مع عمرو. تامر علي اتمنى، تامر يعني ده بعمل من الاحلام، لانه تامر علي لوغاريتم كبير جدا، ملحن تقيل قوي، ملحن تقيل قوي يعني، كل الاحترام. في ملحنين يشتغلوا مع عمرو دياب ايا كان اغنيه او اكتر، تامر علي اتقل منه. تامر علي عامل اغاني انجح، تامر علي متنوع. خدوا بالكم انه يكون ملحن متنوع دي صعبه، انه يعمل كذا شكل موسيقي وكذا جمله موسيقيه مختلفه، مش اللي هو اول ما تسمع الاغنيه دي تقول اه دي الحان كذا. على فكره ده نجاح، لكن في نفس الوقت ممكن يقول لك ايه مش مختلف. فهي سلاح ذو حدين، انه لما تسمع اغنيه تقول ده لحن واحد، ده معناه ان هو كده ليه بصمه وان هو اثر فيك، وفي نفس الوقت ممكن يكون ما عندوش جديد، ولكن فين الاختلاف بتاعه. تامر علي كل اغنيه غير الثانيه تماما. فانا بشوف انه تامر علي من الناس اللي تستحق انها تكون موجوده مع عمرو دياب اكتر من كده في اغنيه دراما. اتمنى بقى اغاني دراما والنبي بقى في الالبوم، عشان احنا ايه تعبانين يعني. ولو انها لسه متجوز فما ينفعش اغاني دراما، بس لا لازم نعيشها. ده كان عندي النهارده. قولوا ايه رايكم في البوستر، وايه رايكم في مفاجاه الالبوم. انا مبسوط جدا بحاجه زي كده، واتمنى ان تكمل على خير. نزول الالبوم اكيد هيبقى اخر السنه، ما اظنش انه هيطول، مستحيل يبقى في يناير، مستحيل، هو في الشهر ده اكيد. اتمنى برضو انه الالبوم ينزل كله مره واحده، على انغامي على انغامه مش فارقه، بس ينزل كله مره واحده. اديني صدمه الالبوم واشغله كده ايه ورا بعض الاغاني، ده اللي انا قلته واللي تمنيته. بس ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم فيديو جديد، سلام.